من الأمور التي استفدناها من بعض أساتذتنا ما استفدناه من السيد الأستاذ سيد السيستاني دام ظله الشريف. سيد السيستاني مثقف جدا، ومنذ أن حضرت دروسه وجدت أن هذا السيد تحدث إياه في علم النفس يتكلم، علم الاجتماع يتكلم، علم القانون يتكلم، تاريخ يتكلم، تفتح إياه أي حقل يتحدث بطلاقة، شوف وافر المعلومات، موسوعي جدا. فقلت له سيدنا كيف هذه، يعني أنت قاعد في النجف، أقود النجف، كيف عندك هذه المعلومات وهذه، يعني لا أنت خطيب لا أنت محاضر، هالمعلومات هذه الكثيرة الموسوعية عندك كيف؟ قال ما أفوت وقت للقراءة، ولو أي وقت أشوف عندي فراغ أقرأ فيه. حتى أنه في أيام البعث كان يقرأ جريدة البعث. جريدة البعث شنو فيها؟ يقول لعل فيها شيء. يوميا جريدة البعث كان جريدة يومية، يوميا يقرأها، لا يفوت لحظات. هذا أريد نتعلم منه، أن لا نضيع الأوقات، خلينا نقعد نشرب سجاير، خلينا نقعد نرتاح شوية، خليك تقعد كل يوم خمس وباشر عشر دقائق ونص ساعة وبعدها ساعة، هذه الدقائق تروح من حياتك، ترى تروح من عمرك، بلاش، خسارة. انت بعد عشر سنين في الحوزة عندما تتذكر كم وقت انا ضيعته في الجقاية، رايح زاير فلان وطالع يا فلان، شو استفدت انا؟ ما تمر خمس دقائق عشر دقائق عليه الا ويقرأ، طالع يكتسب معلومات جديدة. إذن حالة القراءة وحالة استثمار الوقت هذه حالة ضرورية جدا. بعد ما أريد أن أطيل عليكم، ونسأل الله لنا ولكم أن يجعلنا من المتعلمين على سبيل نجاة، وأن يجعلنا من المهتدين بهدى أئمتنا الطاهرين، والمقتدين بآثار علمائنا الأبرار وأسلافنا الصالحين. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم والعمل الصالحين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على